توقعات برج الحمل ليوم الثلاث الموافق 18 يوليو 18 تموز 18/7/2023. ممكن تضطر انك تستسلم لمطالب شريك حياتك عشان تتجنب اي مشكلة، وتحسن بيئتك في البيت عشان تلاقي كل المصالح الخاصة اللي ممكن تبقى بتتمناها. مستحسن جدا انك تسرع كل الاجراءات اللازمة اللي لازم انك تاخدها وتركز عليها، لانك انت الوحيد اللي هتبقى مذنب لو في اهمال. بالنسبة ليك عاطفيا، ممكن يثيرك حديثك الفكري عن رغبات كتير جدا في شريك حياتك، هتنتهي في المساء بفاصل ممكن يبقى مشبع بتفاصيل كتيرة. انت هتبقى في مزاج واضح عشان تغامر، وهتكون حابب تعمل ده بكل قوة. بالنسبة ليك صحيا، اليوم مثالي لو حبيت تتواصل مع أصدقائك الأكبر منك في السن، انت بقالك فترة ما تواصلتش معهم، هتجدد رابطة الصداقة ما بينكم، هتبقى مليان بالتفاصيل الحلوة وهتستفيد لأقصى حد ممكن منها. بالنسبة ليك ماليا، النهاردة مش محتمل ان يكون عندك مكاسب مالية كبيرة، لكن عقلك هيبقى ناشط علشان تكسب كتير في الفترات الجاية. بالنسبة ليك مهنيا، هتعرف تكون بشكل كويس فرصة جديدة عشان تدي بيها اداء واضح حلو جدا هيبقى في كل برامجك، على الرغم من انك هتعرف تحافظ على سرعتك وطبيعتك اللي انت بتتمناها انك تخلص بيها كل الايام اللي جايه.